في مسلسل الرئيس السادات طلب تمثيله من رشدي أباظة. المسلسل ده جاب رشدي أباظة الأرض حرفيا. تعال احكي لكم قصته. ما تعمل مسلسل حلو زي مدبولي بقى يا رشدي، ده اللي قاله الرئيس السادات لرشدي أباظة وهو بيكرمه. السادات كان بيعشق مسلسل أبناء الأعزاء شكرا لعبد المنعم مدبولي، فقال لرشدي أباظة اعمل لنا مسلسل حلو زي بابا عبده كده. ولما الرئيس يقول كده فالممثل بيعتبره انه تكليف. رشدي أباظة ما كدبش خبر وفعلا دور على مسلسل يعمله، فلقى مسلسل اسمه صفقة الموت. بيحكي المسلسل ده عن واحد اسمه توفيق البنهاوي اللي بيكتشف انه عنده ورم في المخ وان هيموت بعد 6 شهور. وافق على المسلسل وصور فعلا، لكن وهو بيصور تعب ووقع من طوله، فاكتشفوا ان عنده ورم في المخ وصابته لعنة المسلسل. مات رشدي أباظة من غير ما يكمل المسلسل اصلا، وقال المخرج عادل صادق ان المسلسل ده خرب بيته.